عندما ننظر نظرة فاحصة إلى العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نجده عالما مليء بالظلمات والفساد، عالما سيطر فيه الفساد وانغمس في الظلمات، ظلم سياسي حيث احتكر الحكم جماعة من الناس فأصبح الحاكم فوق المساءلة والمحاسبة. كان هذا هو الحال في دولة الروم ودولة الفرس، وكان العرب تبعا للروم والفرس كالغساسنة والمناذرة، فيتقاتلون ويبذلون الدماء والأرواح، ولكن بالنيابة عن الدولتين العظيمتين الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. فكان الناس ينقسمون إلى قسمين، سادة وعبيد، هذا من ناحية اجتماعية. أما من ناحية اقتصادية لم يكن هناك نظام يعنى بتوزيع الثروة بين الناس، ولذلك وجد هناك طبقة مدخنة بالمال وطبقة لا تملك قوت يومها. فكان من الطبيعي أن يكون الحكم للطبقة الغنية، ومن هنا كان الربا منتشرا، بل كان الإقراض بالربا أضعافا مضاعفة، وعرفا لا ينكره منكر، وكبلت العقول بالأغلال فأصبحت الآلهة تصنع بيد البشر. فإن هذا الوضع العالمي جعل الفطرة البشرية تصرخ، فكانت الأرض تجوبها ظلمات بعضها فوق بعض. وفي اليوم 40 من بعد هلاك أصحاب الفيل ولد نور الإسلام، ولد خير الأنام، وبمولده أظل النور على الوجود حتى أنار الأيام. هو الشمس إذا أشرقت، وهو النور، وهو العطر، فكان يوما هو يوم ليس كباقي الأيام. فكان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤسس الدولة الأولى دولة الإسلام، قد بعث لإنقاذ البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.